هي طيبة. دونك غنحاول في هذا العرض التوضيحي الطريقة كيفاش ممكن أننا نصرحو بالضريبة الخاصة بالمقاولين الذاتيين. كما كنعرفو حنا اليوم في شهر أبريل، وخصنا نصرحو بالتصريح الضريبة على رقم المعاملات ديال التريمستر الأول، دونك اللي كينتهي آخر أجل هو 30 ديال شهر 4. دونك الطريقة ديال الولوج دائما الرابط ديال www.ae.gov.ma. هنا اون فوا ندخل هاد لو ليان يعطيني الباج ديال البوابة الخاصة بالمقاولين الذاتيين. هنا على اعتبار انني ديجا عندي الحساب وديجا فتحت الحساب ديالي في هاد البوابة وعندي البطاقة، دونك انا مطالب انني نصرح بالتصريح ديال كل 3 أشهر بالرقم ديال المعاملات ديالي، ونأدي الضريبة على هاد الرقم المعاملات هذا. دونك أنا غندخل جو سوي انتربرونور، أنا مقاول ذاتي على اعتبار كما قلت لكم أنني ديجا أنا مسجل. هنا كما كنشوفو كاين كتعطيني جوج ديال الإمكانيات، إما ندخل مون كونت على اعتبار كما قلت لكم أنا عندي ديجا لو كونت، أولا نمشي اسفل الشاشه ونعمل سي بار ايسي. دونك انا بوزوان داكسيدي ا فوتر كونت، دونك سي بار ايسي، انا غنكليك هنا سي بار ايسي. كنمر للمرحله التاليه، دونك كنمشي وكنعمل جاكسيت او سيرفيس. جاكسيت او سيرفيس انا بور لاكسي او سيرفيس الكترونيك خصني يكون عندي لو كونت ديالي اكتيفي ويكون عندي واحد لو مود دو باس. دونك انا كيما في واحد الفيديو سابق انا شرحت لكم كيفاش ممكن اننا نسجلو، اليوم كيفاش ممكن اننا نصرحو بالضريبه على رقم المعاملات ديالنا. دونك هنا جو مو كونيكت، جي ديجا ان كونت. هنا كندور المرحله التاليه، كيطلبوا مني انني ندخل ديجا عندي رقم التعريف الوطني ولو مود دو باس هما ديجا انا عندي. دونك انا ندخل في الاول رقم التعريف الوطني، من بعد رقم القن السري او لو مود دو باس، وكندير كونيكسيون. دونك هنا كندخل الباج ديالي الخاصة بيا، علق الاسم ديالي، علق المعلومات عليا. دونك هنا في هاد هاد لو كونت هذا ممكن انني نتعرف على مجموعة ديال ما يخص الكونت ديالي. دونك هنا اول حاجة باش ممكن انني نصرح بالتصاريح ديال الضرائب ديالي، دونك فير فو ديكلاراسيون فيسكال. المسألة الثانية اللي ممكن ان الخدمة كذلك الثانية هي كونسلتي فو دوني، دوموندي لا موديفيكاسيون دو فو دوني، و دوموندي فوتر رادياسيون دو ريجستر ناسيونال دي زوتو اونتربرونور. يعني الاولى كيفاش ممكن انني نصرح بالضرائب ديالي، ثاني كيفاش انني نكونسلتي الاطلاع على المعلومات الخاصة بيا، ثالث حاجة هو انني اذا بغيت هذه المعلومات المتعلقة بانني نعمل لها موديفيكاسيون ممكن انني ندخل تما، ومسألة أخرى كيفاش ممكن أنني ندير تشطيب على البطاقة ديال المقاول الذاتي في السجل الوطني ديال المقاولين الذاتيين. ندير ديكلاراسيون باغي نصرح بالضريبة ديالي، كما كتشوفوا نورمالمون لا دات ليميت يعني آخر أجل هو 30/4/2021. حنا هنا كنتكلموا على تصريح على التريمستر الاول ديال 2021 اللي كيتعلق بشهر 1 و2 و3. هنا خصنا نصرحو، دونك غنمشيو عندك ديكلاري. ديكلاري عيدوز هاد المرحلة هادي شنو يطلب مني؟ رقم المبيعات ديالي، لو شيفر دافير هو رقم المبيعات او لا رقم يعني الخدمات اللي قدمتها على مدة ديال 3 أشهر. للتذكير فقط، فهنا الأنشطة التجارية الصناعية والناس ديال الصناعة التقليدية كيخلصوا 0.5% من رقم المبيعات ديالو، وكذلك الناس اللي كيعملوا الخدماتيين كيخلصوا 1% من رقم المبيعات ديالهم. دونك انا كندخل لو شيفر دافير،
ومن بعد كندير ديكلاري. هنا هي اللي تذكر فقط هاد لو شيف دافير يتعلق بثلاثة أشهر، يعني شهر واحد وشهر جوج وشهر ثلاثة، يعني شحال رقم المبيعات ديالك. كندوز لهاد المرحلة هادي، هنا اوتوماتيكمون اون فوا دخلت داك الرقم ديال المبيعات ديالي كيعطيني هو ها هو لو شيفغ دافير ديكلاري، وكيضربو في لوطو اللي متعلق بالنشاط ديالي، وكيعطيني لو مونطون اللي غنخلص. دونك كنمشي كندير امبريمي لا ديكلاراسيون. اذا كنت باغي ندير موديفيكاسيون ديال لا ديكلاراسيون، شي حاجه باغي نسيتها ولا هذا، ممكن ندير موديفي لا ديكلاراسيون، وكتعطيني ديكلاراسيون دو شيفر دافير دو لوتو انتربرونور اللي هو تصريح برقم المعاملات ديال المقاول الذاتي، جميع المعلومات المتعلقه بي كمقاول ذاتي، وكذلك النشاط وشحال صرحت وشحال جاتني ديال الضريبه المستحقه عليا. دونك كنخصني دابا ندوز لمرحله اخرى ديال الاداء. دونك انا صرحت، شنو دابا كيباقي لنا؟ خصنا نخلصو. هنا ما انا ديكلاريت، يعني ما بقاتش عليا شي تصريح خصني نقدمو. دابا كيبقى مساله ديال ديكلاراسيون ابي. دونك هنايا كما كنشوفو ديجا عطاوني ديكلاراسيون ابي، دونك ها هو لو مونطون اللي غنخلص. وهنا كنكوشي فين هاد انا شريت له. كيبقى مساله جو سويت، دابا خصني نخلص. جو كاين جوج ديال الامكانيات، اما داك التصريح كنديه من هذا بريد بنك للبنك باش نخلص به، اولا ممكن انني نخلص اونلاين بلا كارت بونكير ديالي. دونك انا عندي هنا جو سويت بايي اونلاين لي ديكلاراسيون شوازي، يعني انا باغي نخلص يعني اونلاين في الانترنت هاد التصريح هذا اللي خصني نخلصو. هنا الديتاي ديال الخلاص، ديتاي ديال الخلاص وشحال عايجيني اكزاكتومون. دونك كنجي كندير كنكوشي هنا جي لو جاكسبت لي كونديسيون دوتيليزاسيون، كندوز نبيي دونك، و كندوز للمرحله المقبله. هنا كيعطوني لا دوموند دو بايمون، خصني تكون في يعني متوفر عندي لا كارت بونكير. هاد لا كارت بونكير كنبدا نملا هاد الطلب ديال الاداء. دونك اول حاجه كندخل اسم ديال الحامل ديال البطاقه، الرقم ديال البطاقه، تاريخ انتهاء الصلاحيه ديال البطاقه، وكاين هذا واحد لو كود دو فيريفيكاسيون غتلقاوه يعني من الجهه الاخرى ديال لاكارت ديالك، ديال هذو ثلاثه ديال الارقام غنديرهم هنا. من بعد غندير غنكوشي كونفيرمي لاكسبتاسيون دي كونديسيون جينيرال ديال لوتيليزاسيون، وغندوز مرحله ديال فاليداسيون غنفاليدي لو بايمون ديالي، غيقول لك بان فوتخ بايمون ا ايتي اكسبتي. كتبقى مرحله اخيره هو انني ممكن انني احتاج الوصل ديال الاداء، انني حتى وان امبريم ممكن انني نكوشي هنا وي امبريمي لي لهذا. انا كوشيت وعطاني فوتر بايمون اي تي اكسبتي. دونك انا عندي التصريح وعندي كذلك الخلاص ديالو. ما تنساوش بان اخر اجل هو 30 في شهر 4 بالنسبه للتريمستر الاول ديال 2021. اذا فات هاد الاجل هذا وما صرحتوش، دونك كاين دي بيناليتي انكم تخلصوها عليها، المرجو انكم ما تفوتوش هذا الاجل ديال 30/4 ديال 2020. وتحية طيبة للجميع.